آخر تفضل. يعطيك العافية. أحمد الحسين الحجي، اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين. أول شيء بدي أترحم على شهداء الحرية اللي ضحوا دمهم فدا هالبلد، فدا كرامة هالمواطنين، فدا حرية هالمواطنين. ثاني شيء أول مرة بحس إنه هالإعلام، الإعلام السوري بدأ يحاول ولو بخطوات خجولة ولو بخطوات بطيئة جدا. هل هذه خجولة؟ ها أنت على الهواء مباشرة وتعبر كما تريد، ولكن ما زالت خجولة أستاذي الكريم. أتقبل ذلك، بخطوات خجولة ليكون هالإعلام وطني، هالإعلام يمثل الشعب ويبتعد عن إعلام تمجيد الأشخاص وتأليهم. هذا البلد سوريا للسوريين كلها. سوريا أنا برفض تخوين أي شخص. قرب الميكروفون إذا كرم. أنا برفض تخوين أي شخص. التخوين يعني السياسة هلأ متبعة بشكل فظيع. سوريا الشعب السوري شعب رائع، شعب أكتر شعب بتشوفه أنه بحب بلاده. شوف أي شخص من برات سوريا ما بحب بلاده مثل ما السوري بحب بلده. وأكبر دليل على هالشيء أنه السوري يتحمل هالوضع الفظيع عقود طويلة فقط كرامة العيون انه المقاومة، فكرة المقاومة. انا اضم صوتي الى صوتك تماما، رفض التخوين، ولكن اتفقنا على ذلك مع بدء انطلاق هذه الندوة ان هناك ثوابت منها رفض الاقصاء حتى وليس التخوين فقط. طالما نحن نجتمع تحت سقف المطلب الوطني ولاجل مصلحة الوطن ونرفض اي تدخل خارجي، نرفض التخوين ونرفض الاقصاء ونرفض الوصاية في الرأي. تفضل. بقول للإعلام السوري كله الخاص والعام اللي عم ياخد سياسات معينة، قرب أكثر ليكون صوتك مسموع. بقول للإعلام السوري اللي عم ياخد دور تاني، عم ياخد دور مؤامرة بشكل تاني، بقول لهم رحماكم بعقولنا، كفاكم فقد هرمنا، كفاكم استغباء لهذا الشعب. نحن أبناء هذا الوطن، نحن شيوعيين، لم نسمع بوجود إمارات. اليوم في مكان إمارة سلفية، الأمير فلان يتصب يزوج ابنته للأمير فلان. ما زال يعني لا أعرف أنه هل وصلنا لهذا القدر. الشعب السوري شعب واعي وشعب طيب ذكي. وصلت الفكرة. فقط دقيقة أخرى. ليس من المعيب على النظام أن يستجيب لمطالب الشعب ولو تحت التظاهرات وطلبات الشارع. لا أحد يقول أن هذا معيب. بدنا نشوف نحن شلون التظاهرات عم تتم قمعة. نحن المتظاهرات بدنا نحميها. نحن بعيني معلش. أنا بعيني لا، فقط هذه النقطة ضروري. خلينا نسمع وابحث فقط الفكرة. وصلت الفكرة فقط. الله يخليك. لا، أنا معك فكرة. أنا ما قلت فكرة. أعطيني فكرة جديدة. التظاهرات يوم الخميس اللي صار، كلنا بحلب كنا ربما مقتنعين بشكل أو بآخر إنه يوجد جماعات مسلحة، يوجد كما يقول الإعلام السوري. ولكن عندما رأينا يوم لنتيح حدث يوم الخميس الجماعات هي مطلوبة للأمن. اليوم تصبح هي تطبق الأمن بسيوف، بجنديانات، بعصي، بمطار. إذا بتريد خلاص وصل. خلينا نسمع رأي آخر. تفضل أستاذ.